أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري لبنان اليوم. تطورات وتصعيد كبير على الجبهة الجنوبية. العدو الإسرائيلي يواصل عدوانه على لبنان واللبنانيين مستهدفا الأطفال والمدنيين وآخرهم شهداء مدينة النبطية، فيما تواصل المقاومة عملياتها النوعية باتجاه مواقع الاحتلال. لكن من يضمن أن المعركة والمواجهة ستبقى ضمن قواعد الاشتباك الحالية؟ وهل أنهى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله جهود الوسطاء والمفاوضين بإعلانه استمرار عمليات الحزب في الجنوب إذا ما استمر العدوان على غزة؟ وبالحديث عن غزة، تستمر آلة القتل الإسرائيلية بارتكاب جرائمها بحق الفلسطينيين وسط تزايد الحديث عن فشل ووقف إطلاق النار، وبالتالي السؤال: هل ستبدأ العملية العسكرية باتجاه رفح؟ وكيف سيغير ذلك مشهد الميدان؟ أما محليا فإن الجمود يسيطر على المشهد السياسي، لكن عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت تحمل معها أسئلة حول دوره السياسي وإمكانية تأثيره في تغيير ملف رئاسة الجمهورية. كل هذه الأسئلة يسرنا أن نناقشها ونستعرضها مع ضيفتنا المحامية والأستاذة ساندريلا مرجان. أستاذة ساندريلا، أهلا وسهلا فيك على شاشة تلفزيون لبنان، لكن اسمح لي أن نبدأ بتوجيه العزاء لشهداء مدينة النبطية وبلدة الصوانة جراء استهداف من العدو الصهيوني، وهذا دليل على إجرام العدو. لكن السؤال يطرح نفسه: إلى أين نتجه جنوبا؟ قادة العدو يهددون يوميا بأنهم جاهزون للحرب وهم يصاعدون في الميدان، حزب الله مستمر في عملياته، هل نحن ذاهبون إلى تصعيد أكبر أم أن المواجهة ستبقى ضمن قواعد الاشتباك الحالية؟ صباح الخير لك ولكل مشاهدي تلفزيون لبنان. مرة جديدة شكرا على الاستضافة. طبعا منعزي شهداء أهلنا بالنبطية، منعزي أهاليهم، منعزي أهالي كامل الشهداء اللي عم يسقطوا دفاعا عن كل لبنان، شهداء شباب المقاومة وشهداء المدنيين وكل الشهداء اللي عم يسقطوا بالجنوب وطبعا أكيد بغزة. فكل التحية للأهل الجنوب الصامد بهيدي المحنة وبهذا العدوان المستمر على لبنان. وما فينا إلا ما فعلا يعني المجزرة مبارح أنه نقول لابد ما أن يأخذ لبنان موقفا تصعيديا دوليا وحتى عربيا تجاه الاعتداءات المستمرة. بأي معنى تصعيد؟ تصعيد ردا على الشق الثالث من السؤال، هل سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ واضح أن العدو الإسرائيلي يريد تحقيق انتصار ما في الساحة اللبنانية للتغطية على الإخفاقات والإجرام الذي ارتكبه في غزة. كيف بده يصير هذا الموضوع؟ شفنا مبارح بعض التصاريح اللي قالت تصريح من متحدث باسم الجيش العدو الإسرائيلي، حكي بشكل يعني واضح وقال تم القضاء على الكثير من المعسكرات ومراكز حزب الله في لبنان، وبالتالي استخدم كلمة تم القضاء وكأن هنالك توجه أو قرار مسبق بأن توسع العمليات ضمن قواعد الاشتباك والردع ولكن ببعض يعني الخروقات الإضافية لتحقيق مكاسب على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب سيادة الدولة اللبنانية. من هالمنطلق منقول أنه فعلا مثل ما قال سمحت السيد بخطابه الأخير ما في ضمانات على أنه الحرب ما تتوسع، ولكن إذا بدنا نحكي بالمنطق يعني برؤية موضوعية وبقراءة موضوعية لسلسلة الأحداث اللي حاصلة يتبين أنه ما زلنا إلى حد ما ضمن قواعد الاشتباك والردع، ولا إن كانت إسرائيل خرقتها بكثير من الأماكن باستهداف المدنيين، باستهداف صحفيين، باستهداف أطفال، باستهداف منازل مدنية وباستهداف حتى خلينا نقول فعلا مراكز كانت موجود فيها حواجز للجيش اللبناني وأكثر. إذن الرادع الوحيد اليوم هي قوات المقاومة، لأن قوات المقاومة هي التي تشكل رادعا داخل إسرائيل في التمادي بهذه الحرب في حوالي يعني في لفات النازحين من الشمال الإسرائيلي، وبالتالي هل سيستطيع الداخل أن يتحمل عبء كبير من النازحين إلى داخل إسرائيل؟ هل سيتحمل أعباء أن توسع أيضا المقاومة من عملياتها باتجاه مناطق أبعد من الحدود مع كل الخسائر البشرية والاقتصادية التي سيقع بها العدو الإسرائيلي؟ الردع اليوم ليس المجتمع الدولي وليس أي تدخل سياسي مثل ما تفضلت وقلت بمقابلتك، ولكن من يردع اليوم هي هذه القوة، ومن رفض
كل يعني المبادرات الدولية هي الجانب الإسرائيلي. شفنا امبارح نتنياهو هو من سحب نفسه من موضوع البادرة اللي قدمتها فرنسا أو البادرة المصرية اللي حصلت، سحب لأنه يريد تحقيق فعلا انتصار عسكري على حساب المدنيين بالقضاء الكامل على حماس كما وعد مسبقا، وربما أيضا يفكر بالقضاء على مراكز القوى لحزب الله. في الفترة الأخيرة كان هناك حركة دبلوماسية لافتة باتجاه لبنان، وزير الخارجية البريطاني، الفرنسي، قبلهما المبعوث الرئيس الأمريكي أتوا إلى لبنان، لكن السيد حسن نصر الله كان واضحا بأننا لن نوقف العمليات ما دام العدوان مستمرا على غزة. الصراحة هل أنهى السيد نصر الله المفاوضات؟ يعني كأنه يقول لهم لا تأتوا إلى لبنان. أولا أستاذ لؤي، لم يكن هنالك مفاوضات، لنقول أنه سمحت السيد حسن نصر الله أنهى المفاوضات. المبعوثين اللي حضروا إلى لبنان حملوا رسائل تحذيرية بمعنى توسيع الحرب الشاملة باتجاه لبنان، وكان في هنالك يعني بعض الموفدين اللي حملوا فعلا الصوت الإسرائيلي بكل ما للكلمة من معنى بالطلبات بأن تنسحب المقاومة إلى جنوب الليطانيا، أن يسحبوا فرقة الرضوان، أن يكون هنالك نزع للسلاح في المنطقة، وإعادة الحديث عن ترسيم الحدود البرية. كان في مطالب هي فعلا المطالب الإسرائيلية، وبالتالي حمل هذه المطالب ما فيك تسميها مفاوضات، هي أتت بإطار حمل رسائل، أتت بإطار حمل تحذيرات، وكان الرد من الجانب اللبناني بأن هذه المطالب لا يمكن أن تملى على لبنان، لماذا تريدون أن يقدم لبنان نصرا وانتصارا للعدو الإسرائيلي بينما هو مهزوم دوليا في وحتى في الساحة الميدانية العسكرية سواء بلبنان أو حتى بغزة. يعني اليوم ليش عم ينطلب من لبنان أنه هو يقدم هذه ورقة الانتصار بأن يكون خاضعا للإملاءات الإسرائيلية مع بعض أعوان في الداخل؟ إذن ليس هو من أنهى المفاوضات، المفاوضات أصلا لم تبدأ. مثل ما برجع بقول لك، حملت بعض التحذيرات وحملت بعض الرسائل اللي أراد منها نتنياهو أن يحقق هزيمة للمقاومة في لبنان تحت شعار الدبلوماسية السياسية الغربية. سنعود لهذه المطالب، لكن الزيارات، مجرد الزيارات، ألا تعني أن هناك قرار دولي بعدم توسيع الصراع بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، وأن الولايات المتحدة تضغط من أجل عدم توسيع هذا الصراع وبالتالي عدم حصول المواجهة الكبرى التي كنا نتحدث عنها سابقا؟ أنا بشكرك على السؤال لأنه ممتاز السؤال بالطريقة التي حضرتك طرحت فيها. الزيارات مهمة جدا على عدة مستويات. في المستوى السياسي أصبح لبنان قوة ليست فقط محلية أو إقليمية ولكن قوة دولية. أصبحت المقاومة في لبنان مكون أساسي من الحياة السياسية في لبنان ومن مكون أساسي من الحياة السياسية في المنطقة وأبعد. الأمن السياسي والأمن الدولي والأمن النفطي هو أيضا محور عمليات المقاومة ومحور سياسة المقاومة. نحن كلنا بنعرف أنه اليوم الساحة اللبنانية هي أساس وعمود فقري في هذا المحور. نحن هون ما عم نحكي شعارات، عم نحكي واقع حال حصل. وقت اللي نحكى عن وحدة الساحات وعن امتداد المحور، وكنا كل فترة طويلة عم نحكي عن هذا الموضوع والبعض كان عم يعتبر أنه هنالك مبالغة أو استخفاف، في واقع حال فبدنا نقرأ. يعني اليوم الواقع العراقي والواقع السوري والواقع اللبناني والواقع الإيراني متصل. الروسي اليمني وأكثر من ذلك متصل. إذن أصبح لبنان محوري في عملية الأمن بالمنطقة، وهيدي الزيارات اليوم وقت اللي بتكون على هذا المستوى من الموفدين الدوليين بتأكد على أنه نحن انتقلنا إلى مرحلة أخرى، وليست فقط مرحلة الداخل ولكن أيضا مرحلة الإقليم وأبعد المرحلة الدولية. أما السؤال إذا كان في قرار بتوسيع الحرب، واضح أنه أساسا نتنياهو حتى هذه الساعة لا يحظى بالدعم الخارجي والغربي حتى من أعوانه بتوسيع الحرب الشاملة حتى باتجاه غزة وباتجاه لبنان. وكان هذه مسألة كتير واضحة، يعني من الموفدين اللي راحوا على إسرائيل حذروا من مغبة المخاطر اللي ممكن توقع فيها إسرائيل فيما إذا تمادت بغزة، برفح، بخان يونس، بالضفة الغربية أو حتى بالجبهة اللبنانية، لأنه كلهم بيعرفوا منيح أنه التمدد بشكل كبير خارج إطار قواعد الاشتباك والردع باتجاه لبنان ستكون تكاليفه كثيرة وكبيرة، ليس فقط على إسرائيل ولكن أيضا على الكثير من المصالح، مصالح أعوان وحلفاء إسرائيل بالمنطقة. ولكن نعم، في توجه أوروبي بعدم تشجيع إسرائيل على خوض حرب شاملة على لبنان.
أمريكا اليوم أعطت إسرائيل، أعطت نتنياهو، واضح أنه الإدارة الأمريكية أعطته مهلة إضافية، لم يوقف عملياته في غزة وفي رفح، أعطته مهلة إضافية لأنه انسحابه من المفاوضات اللي حصلت بمصر مؤخرا تؤكد على أنه حساباته ربما تكون ميدانية عسكرية، أنه قد يكون هنالك فقط بعد 6000 مقاتل لحركة حماس وبالتالي القضاء عليهم قد يكون أمر سهل. نحن سنتحدث بالتفصيل عن الملف الفلسطيني وقطاع غزة، لكن بالنظر إلى أحداث أمس كان هناك عملية نوعية تجاه قيادة الشمال في صفد، لكن اللافت كان عدم تبني حزب الله لهذه العملية على عكس سير العمليات سابقا كان يتبناها فور حدوثها. لماذا هذا برأيك؟ مش كان لافت هذا الشيء أن حزب الله لم يعلق أبدا على عملية صفد والتي اعتبرها الإسرائيليون أنها عملية قاسية؟ بداية أول تعليق صدر بعملية صفد صدر من رئيس بلدية صفد اللي وجه الملامة إلى الحكومة الإسرائيلية بأنها لم تفي بوعودها بحماية الشمال، بأنها لم تفي بوعودها وكثير من النازحين عادوا إلى المنطقة وحصلت العملية اللي راح يعني اللي راح فيها مدنيين وخرب أعيان مدنية وقتلت المجندة وغيرها. إذن صحيح لم يصدر بيان من حزب الله، وهون هذا موضوع نتوقف عنده لأنه كل العمليات العسكرية اللي قامت فيها المقاومة اليوم لا مش موضوع يتبنيها بقدر ما كان في شفافية ببيان يوضح موضوع العملية العسكرية وجهد الاستهداف، وكانت في بيانات واضحة. عدم صدور بيان من حزب الله يؤكد التالي: ليس حزب الله من قام بهذه العملية. بالأول كان في لغط من الجانب الإسرائيلي أو حتى من الجانب الداخل، هل هي عملية صولة صواريخ أم عملية حصلت بمسيرة مسلحة أم عكس ذلك؟ أم صواريخ دقيقة، تحدثوا عن صواريخ دقيقة أصابت قاعدة يا عزيزي. يعني بالمعلومات اللي رح لك إياها، عملية صفد تمت بصولة صواريخ أطلقت من بلدة الطير، ولكن ليس حزب الله من قام بهذه العملية. من أطلق إذن؟ هلأ هون لم يكن هلا كل الدولة اللبنانية وهنالك بحث عن من أطلق صولة هذه الصواريخ، ولكن بدنا نعرف كثير منيح كمان انه الواقع اللبناني، الواقع المقاوم اللبناني غير محصور فقط بحزب الله. يعني اليوم بس يطلعوا يقولوا لك انه الواقع حضرتك ابن الجنوب، وبتعرف نحن ما فينا نزايد على اهل الجنوب، كل شاب وكل بيت وكل ست وكل ولد بالجنوب هن مقاومين، وبالتالي من أطلق صولة هذه الصواريخ هو الشعب المقاوم، سواء كان داخل تنظيمات أو خارج التنظيمات هذا بحث آخر، بكرة الدولة اللبنانية ممكن تبين، ولكن في كتير مقاومين بالجنوب، في حزب الله، في حركة أمل، في الحزب السوري القومي الاجتماعي، في اليسار، في حركات شبابية عائلية، في حتى يمكن مجموعات فلسطينية. سبق في الواقع الفصائل الفلسطينية أن أطلقت صواريخ من في فصائل الفلسطينية. الواقع اليوم مختلف، يعني لماذا السؤال المطروح، لماذا أرادت إسرائيل الجزم بأن من أطلق هذه الصواريخ هو حزب الله، وبالتالي توسعت التهديد باتجاه الجنوب وباتجاه أبعد من الجنوب؟ هون بتشوف أنه في توجه فكري عقلي عسكري لدى العدو الإسرائيلي، لدى هذا الكيان، بأنهم يبحثون عن أي ذريعة توسعية باتجاه الداخل الإسرائيلي ليقوموا بعمليات نحو باتجاه المدنيين، وراح ضحية امبارح العائلة بالنبطية. وطبعا أكيد بعتقد أنه سيكون في رد بالمقابل. ما هون حزب الله دائما يقول أنه جاهز للتصعيد. سيد حسن قال إذا بتصعدوا نحن بنصعد بتعلوا من علي. ما هي أوراق القوة التي يملكها حزب الله الآن لمجابهة العدو الإسرائيلي الذي يملك دعما دوليا كبيرا؟ يعني هلا خلينا نكون منطقيين، لا شك أنه تبين أنه عندهم تقنيات عسكرية خطيرة اليوم العدو الإسرائيلي، يعني موضوع المسيرات وموضوع التكنولوجيا بخرق الهواتف وبخرق الحركات الجغرافية وغيرها ومعلومات دقيقة. كل هذه الفترة اللي كانت الطيران الاستطلاع عم يطلع يصور ويسجل، يعني عندهم داتا كبيرة تتعلق بالواقع اللبناني ككل. ولكن بالمقلب الآخر خلينا نكون واضحين، اليوم اللي بيحكي بمسألة يعني حرب ما بين قوات عسكرية، خلينا نقول هي الجيش، ونحن نقول القوات العسكرية اللي هي ممولة واللي هي مسلحة واللي هي عندها دعم دولي بالطيران وبسلاح الجو وبسلاح البحر وبسلاح البر وغيرها من هذه التقنيات، اليوم الوقوف بوجه ليس بالانتصار عليها بالأسلحة والعتاد وعسكريا بمستوى المعارك. دائما الحركات المقاومة بالعالم تنتصر على جيوش التنظيمية
عدم الهزيمة، عندما لا تنهزم الحركات المقاومة بتكون هي حققت هزيمة للعدو، عندما بتكون هي رادعة لكي يحقق هذا العدو الانتصار العسكري والانتصار على إرادة الشعب بيكون حقق انتصار. وشفنا شو صار بكثير من الحقبات بلبنان عندما ارتدع العدو وخرج من الأراضي اللبنانية، لم يخرج لأن لبنان لديه قدرة سلاحية أو تسلحية أكبر منه، ولكن كان فيه هنالك يعني نوع من تمرد بوجه هذا العدو خليه ما يتوغل. اليوم قوة المقاومة اللبنانية بنوعية الأسلحة، بدقة الأهداف اللي قادرة تصيبها داخل إسرائيل، بامتداد المحور إلى أبعد من لبنان، وأيضا خليني أقول بالحاضنة الشعبية اللي موجودة عند كل التوجهات وعند كل اللبنانيين بأن أي اعتداء على أي شبر في لبنان خارج إطار قواعد الاشتباك والردع سيكون كل لبنان بكل أحزابه وطوائفه رادعا ومقاوما بوجهه. بالحديث عن قوة المحور، البعض يعتبر أن الحل الوحيد للبنان هو الحياد والخروج من المحاور، وأن زج لبنان في حرب هو ستكون مشكلة كبيرة لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان. أولاً، هل يحتمل لبنان الحرب؟ هلا بدنا نسأل سؤال. عفواً، وبعدين شوي، إنه القرارات الدولية بتحمينا، في ناس بتقول إنه خلينا نلجأ للقرارات والشرعية الدولية والمجتمع الدولي سيردع إسرائيل من ارتكاب أي هجوم أو اعتداء على لبنان. شو ردك على هذا الكلام؟ هلا نحن كلنا بنتمنى إنه يكون في عنا دولة فيها مؤسسات متطورة، فيها جيش لبناني متطور، أن يكون كل لبنان من الشمال إلى جنوبه عايش ببيئة فيها تقدم وفيها ازدهار وفيها أمان، وكل هذه الشعارات أو كل هذه الأحلام اللي هي مشروعة لأي مواطن ولأي شعب، ولكن عندما يكون واقع الحال مختلف بدك تتعامل مع واقع الحال. السؤال يطرح بشكل مغاير، هل إسرائيل بالأساس هي تحترم القرارات الدولية؟ هل إسرائيل هي تعترف بالشرعية الدولية؟ هل هي تنفذ أصلا القرارات الدولية والمعايير الدولية؟ طب نحن في عنا حدود هي مرسمة فعليا، هل احترمتها؟ هل احترمت قواعد الاشتباك والردع؟ اليوم في قرار صادر من محكمة العدل الدولية باتجاه إسرائيل بالوقف الفوري للعمل العمليات العسكرية ولعمليات القتل والتدمير الممنهج والإبادة الجماعية اللي عم تحصل بغزة، هل احترمتها؟ هل شفتوا أنه الحكومة الإسرائيلية طلعت قالت نحن نحترم هذا القرار؟ ولا بل بالعكس طلع وتحديها. نحن بدنا نفهم مسألة أنه المنطق ليس منطقا أحديا من جانب واحد بمواجهة إسرائيل. إسرائيل ليست دولة، إسرائيل كيان مغتصب، إسرائيل كيان توسعي، كيان تمددي، كيان إجرامي لا يعترف بأي شرعية ولا يعترف بديانات ولا يعترف بقيم ولا يعترف بأخلاق. إذن مواجهته تتطلب كل هذه المسائل بما فيها الشرعية الدولية اللي نحن متمسكين فيها، ولكن أيضا بالمقلب الآخر نحن ما فينا نرمي حالنا بملعب الشرعية الدولية يلي ما قدر. طب وين الشرعية الدولية؟ ليه ما قدرت وقفت الحرب على غزة؟ ليه ما قدرت أنقذت الأطفال؟ ليه ما قدرت أنقذت هذه الدماء اللي سقطت بغزة؟ عن أي شرعية دولية عم نحكي؟ نحن اليوم هلا في اعتداء على لبنان، في هذا المجرم الحرب الثاني قال إن طالع مهدد انه اي بده يقصفه بمناطق بعيده بلبنان، في عمق لبنان. نعم. طب وين جامع الدول العربيه من هذه المساله؟ وين جامع الدول العربيه من التهديدات قبل ما نروح على مجلس الامن؟ وهون بالمناسبه بدي اقول لك مساله، اليوم في كمان مسؤوليه على الحكومه اللبنانيه. مشكور الرئيس ميقاتي عم بيقوم بجهود لتسيير شؤون البلد بظل الفراغ والضياع الواقع في البلد، صحيح، ولكن بالمقلب الاخر ايضا نحن ما فينا بس نوجه شكاوى لمجلس الامن، نضل عم نوجه شكاوى لمجلس الامن. اما في تحرك باتجاه جامع الدول العربيه والدول العربيه هي معنية أن تكون حاضنة لكل الدول العربية بما فيها لبنان بغض النظر عما حصل مع سوريا مع اليمن حتى هلأ مع غزة، أما إذا كانت حتى جامعة الدول العربية بدها تنأى بحالة عنا بدنا نعرف هل هي تنأى عن لبنان أو تنأى عن حكومة الرئيس ميقاتي اللي هو هلأ مش قادر ياخد موقف آخر مغاير على الصعيد الدولي تجاه الاعتداءات اللي عم تصير بلبنان. هيدي مسألة كمان منا يعني السلطة عليها أن تتخذ مواقف بهذا الإطار، عليها أن تتخذ مواقف باتجاه المجتمع مع الدولي والمجتمع العربي على العدوان المستمر بلبنان. البعض في لبنان نحن ما فينا نضل قاعدين ونقول نحن ضمن قواعد الاشتباك، كل نقطة دم عم تنزل بلبنان، كل نقطة دم عم تنزل بلبنان هيدي أيضا مسؤولية كامل الدولة لكن اللبنانية. البعض في لبنان ووجهة نظر كبيرة تقول بأن تطالب حزب الله بعدم إعطاء الذريعة للعدو الإسرائيلي والانسحاب من الحدود والالتزام بال 1701، وبالتالي تجنيب لبنان حرب لا يمكن أن نحتملها. شو ردك يعني أنه اللي بيقول ما تعطون ذريعة للإسرائيلي؟ يعني هلا نحن انه اذا انسحب
حزب الله لجنوب الليطاني وهذا واقعيا غير قابل للحصول. خلاص يعني منعيش بأمان نحن والمستوطنات بالشمال، ما راح يكون في عندهم يعني أهداف أخرى يقوموا فيها الإسرائيليين باتجاه لبنان، ما عندهم مطامع بحرية، ما عندهم مطامع برية. يعني احنا هالقد عايشين بجمهورية فعلا هي على تمام وتوافق بكل الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية مع العدو الإسرائيلي، وما في أبدا يعني تنازع بالمصالح النفطية وغيرها مع العدو الإسرائيلي لحتى نجي نقول أنه الموضوع كله واقف على المقاومة اللي هي اليوم مقاومة رادعة باتجاه العدو الإسرائيلي. طب ليش ما بنجي بنفكر بالمقلب الآخر بنقطة أخرى؟ موضوع المقاومة هي مواقع حال، هي سند، هي نقطة قوة اليوم بيد لبنان. موضوع سلاحها وموضوع مسألتها هذا موضوع يتم الحديث فيه جانبا بعد ما نخلص من اللي عم بيصير يمكن بغزة أو غيره، وبنحكي هل فعلا هيدا أصلا حكومة نتنياهو ستستمر؟ هل فعلا أساسا الكيان الإسرائيلي هو دولة تحترم كل استراتيجياتها بس تتغير حكومة لحكومة، ولا عم نشوف أنه هني بيشتغلوا على القطعة كل ما تجي حكومة بتحط مشاريع إضافية مشاريع جديدة وبتكب الاتفاقيات اللي حصلت قبلها؟ وهيدا أكتر من هيك الباحثين الاقتصاديين بس يطلعوا معكم كمان عم بيوضحوا مسائل. في أمثلة حية عن عدم التزام إسرائيل بكتير من العقود والاتفاقيات الدولية الاقتصادية والتجارية اللي سبقتها. كل ما تتغير حكومة بتغير، كل ما تغير حكومة بتغير تشريع، بتغير قانون، بتغير منطقة، بتغير اسم، بتغير حقوق. هذا كيان يعمل بشكل إجرامي وفقا لمصالحه. أنا بدي أسألك ليش اليوم الفريق الآخر ما بيجي بيقول خلينا نحن كلنا نحط إيدنا بإيد الحكومة وحط إيدنا بإيد المقاومة لنشوف كيف بدنا فعلا هذه قوة الردع العسكري نحولها أيضا إلى قوة ردع سياسية على مستوى المنطقة بالتعاون مع المحيط اللي موجود الموجودين نحن فيه. عم نحكي عن المحيط العربي قبل ما نروح على الاستنجاد ب يعني المحيط الأوروبي البعيد شوي أو الغرب الأبعد. إذن المواجهة في الجنوب، يعني هم يقولون أصلا هني ضد سلاح حزب الله ويجب تسليمه للدولة. مين هني؟ الطرف الآخر الذين تنتقدينه، يعني قوات الكتائب، بعض نواب المعارضة الذين يطالبون حزب الله بالانسحاب من الحدود. برأيك هذا المطلب واقعي يمكن تحقيقه؟ ولماذا يطالبون به إذا لم يكن واقعيا؟ ليش صاروا ثلاث شهور عم بنفس اللهجة؟ نحن اليوم أول شيء بدنا نخفف من حدة خطاب خليني أقول يمكن الكراهية أو خطاب يكون فيه يعني عدم احتواء للواقع أو للآخر. أنا بفهم أنه في فريق بلبنان يريد لهذه الدولة أن تكون يعني خالية من الحركات المسلحة، حركات المقاومة المسلحة، وبالتالي تسليح الجيش اللبناني، وأن تكون دولة مستقلة وعندها علاقات جيدة مع الغرب ومع الشرق ومع العرب. أنا بفهم، ولكن ما شغلتي روح أنا أفكر بالاستراتيجيات السياسية إذا هي فعلا قابلة للتحقيق الآن أو هي رؤية بعيدة المدى أو هي منفصلة عن الواقع. أنا بقدر علق على اللي عم بيقولوه، أنا بقولهم أنه فعلا هذا كلام يمكن حلم حلو، حلم مهم لدولة لبنانية، ولكن واقعيا غير قابل للتطبيق، ليس من الجانب اللبناني ولكن من الجانب الجيوستراتيجي المحيط فينا غير قابل للتطبيق. ما انت اول شيء وصل لتفاهمات مع الجانب الاسرائيلي، شو مطمعها مع لبنان؟ مش تعمل تفاهمات مباشرة معها، ولكن التفاهمات اللي عم بتصير مع حلفاء بتأكد انه حتى الحلفاء ما عندهم اصلا، مش قادرين يمونوا على اسرائيل بشيء، حلفاء مش قادرين يمونوا على شيء. حتى نحكي بموضوع تفاهمات حصلت بتأمن سيادة لبنان وبتأمن حماية لبنان. إذا في طروحات بالمدى البعيد، يعني مثل بيحكي لك باللا طائفية السياسية. طيب ما هيدا حلم، ما هيدا حلم من زمان، وهيدا وضع بالدستور، وهيدي شغلة يعني أمال، ولكن هل هي قابلة للتحقيق؟ يعني نحن مبسوطين إنه يكون في شباب مقاوم عم بيستشهد، نحن مبسوطين إنه عم بيصير في دمار، نحن مبسوطين أو شايفين شغلة كتير عادية وطبيعية، ما في أسى، ما في آلام اجتماعية من هالنزوح، ما في ضغوطات اقتصادية، ما في ضغوطات اجتماعية. اللي عم بيستشهدوا مش إخواتنا، مش أولادنا، مش أحبابنا، ها اللي عم بيروحوا مبسوطين نحن إنه في ناس عم بتحط بصدرها هذه المسألة؟ ما كمان بالمقلب الآخر إذا ما كان في مقاومة كان كمان رح يكون هذا الموضوع من الجيش اللبناني أو من الأهالي. الواقع وحده المشكلة ليست في لبنان، المشكلة هي في إسرائيل وفي أعوانها.
ننتقل إلى الشأن المحلي الداخلي. قبل أسابيع كان هناك حركة لسفراء اللجنة الخماسية، لكن سرعان هذه الحركة ما همدت. هناك جمود يسيطر على المشهد السياسي، لكن عودة الرئيس سعد الحريري كسرت رتابة هذا المشهد. كيف بالأمس أيضا تصادف ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، كان عندك تويت لافتة أنك تتهمين إسرائيل باغتيال الرئيس رفيق الحريري، رغم أن المحكمة الدولية أصدرت قرارة في هذا الصدد. بناء على ماذا تتهمين العدو باغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ أنا أؤمن أنه اغتيال الرئيس رفيق الحريري حصل بضربة من العدو الإسرائيلي، وأؤمن أن التحقيقات التي جرت بمسألة هذا الاغتيال لم تكن تحقيقات شفافة، والأمثلة كثيرة مش وقت أنه نعرضها، بدءا من توقيف الضباط الأربعة إلى لجنة التحقيق اللي حصلت قبل، إلى كيفية امتداد سنوات بهذه المحكمة والاستثمار السياسي فيها ضد حزب الله، وأيضا بالبينات الضعيفة اللي أتت المبنية على بعض الحركات الجغرافية الإلكترونية التقنية اللي تبين اليوم بعد 2024 إنه بالذكاء الاصطناعي فيك تصنع مثله كتير، وغير يعني وغير منطقي إنه اليوم تتهم إنه يطلع، يعني مش ضروري كل الأحكام أنت تتبنيها، ومش ضروري كل الأحكام اللي بتصدر سواء محاكم وطنية أو محاكم دولية تكون هي منزلة وما يكون في موضع تعليق عليها. أنا لا أؤمن بأن هذا الحكم الذي أتى أساسا بناء إلى تحقيقات تشوب الكثير من الشوائب هو عادل، ومسار المحاكمة لم يكن مسارا يمكن منطقيا بالنسبة لكتار من العقل الحقوقي، والمستفيد الأساسي من اغتيال الرئيس سعد الحريري لم يكن حزب الله لحتى يغتاله، ولم تكن سوريا لحتى تغتاله، ولم يكن الوحدة الوطنية. المستفيد الأول كانت إسرائيل بخلق هيدا الشرخ، وب يعني بتعرف شو صار بموضوع تمددها، شبه التمدد السياسي يلي هي حصلت عليه. اي نعم، أؤمن وأؤكد على أنه إسرائيل هي من اغتالت الرئيس رفيق الحريري. للأسف الرئيس رفيق الحريري ما فينا ننكر أنه هو كرجل وطني عنده رؤية لهذا الوطن على المدى البعيد كانت رؤية بناءة، ولا أن يمكن الآليات الاقتصادية وموضوع الدين العام وقع في لبنان، ولكن كان لديه رؤية مستقبلية. رجل وطني بامتياز، سبك علاقات جيدة مع كل الأطراف، رجل حكومي لا يتكرر، وخسارته بلبنان خسارة كتير كبيرة. المستفيد الأول والأخير هو إسرائيل. رئيس سعد الحريري عاد إلى لبنان، كيف تقرعين عودته؟ هل سيعود إلى دوره السياسي أم أن الأمر ما زال مبكرا؟ صراحة المشهد امبارح بوسط بيروت كان مشهد مؤثر لا شك. يعني أنا بفهم أنه بالنهاية تيار المستقبل هو حزب، ونشاطه واقع، نشاطه له امتداد لسنوات، وهنالك مؤيدين وهنالك مناصرين لتيار المستقبل، وهنالك طائفة ما لازالت تؤمن بالحريرية السياسية، منحترمهم ومنفهمهم، وكان المشهد مؤثر. ولكن كان عندنا معلومات وتأكدت من اللقاءات اللي قام فيها الرئيس سعد الحريري أنه لم يأتي إلى لبنان ليبقى، وبالتالي كانت هذه الزيارة فقط لمناسبة 14 شباط، يعني كانت فقط لمناسبة 14 شباط ولإحياء هذه الذكرى، ولأيضا ليرسل يمكن إشارة إلى بعض محيطه وإلى الخارج وإلى الداخل أنه ما زال فعلا زعيم تيار المستقبل، ولا يمكن لأحد أن يأخذ مكانه بالساحة السنية أو بساحة تيار المستقبل. كانت الزيارة عاطفية، خطاب عاطفي، إذن سيغادر، لن يعود لممارسة دوره السياسي. كان متأثرا والناس كانت متأثرة، ولكن أنا على الصعيد الشخصي في عندي رأي بقول أنه يمكن كمان ظلموا شوي بالاستشارات اللي كانت طالبة أنه يكون في هذه الحركة الجماهيرية، لأنه تبين أنه هو على الصعيد الشخصي يمكن مش كتير مستعد. يعني شفنا أنه منه كتير مستعد، هو تعبان، يعني في تعب كان مبين عليه، تعب نفسي، تعب جسدي، في تأثر عاطفي. رئيس سعد الحريري وصل لمرحلة بالآخر أنه هو يلقي خطاب يعني شفهي، يلقي خطاب ارتجالي. كان امبارح لم يكن مرتاح، كان امبارح عم بيقرا، يعني اقل تصريح، كانت شدة التأثر مسيطرة عليه، وكان في تعب ووهن. يعني انا نيو لوك تبعه ما كتير حبيته، يعني هو كان بيلبق له انه شوي يشتغل على حاله اكثر بإعادة هيدي الظهور، وهذا بدلك على انه البادرة كانت بادرة شخصية من داخل تيار المستقبل فقط.
كانت بادرة شخصية من داخل تيار أستاذ ساندرا. نحن سنستكمل هذا النقاش لكن سنتوقف مع قاصر قصير. مشاهدينا قاصر فاصل قصير ثم سنعود لمتابعة هذه الحلقة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا ونعود لاستكمال هذه الحلقة المميزة مع ضيفتنا المحامية ساندريلا مكهج. أستاذة ساندريلا، عودة الرئيس الحريري هل يمكن أن تنعكس على ملف رئاسة الجمهورية؟ لا لا. وأين أصبح ملف رئاسة الجمهورية وحيث أطال أمد الفراغ؟ أين أصبحنا؟ صراحة نحن كنا نتمنى أنه عودة الرئيس الحريري تحمل إيجابيات بهذا الإطار، ولكن مثل ما هو صرح أنه ما زال معلقا لعمله السياسي لأسباب عديدة ربما شخصية وأيضا سياسية داخلية، وكمان يعني اتضح أنه هذه العودة ليست فيها مباركة الجانب السعودي بشكل كامل نتيجة اللقاءات يعني اللي قام فيها، وبالتالي حتى يعني عندما بنشوف أنه الموقف السعودي اللي هو مهم على الساحة اللبنانية ولكن يبدو لأسباب يعني بأسباب بالخطط السياسية يعني للنظام السياسي في السعودية، أنا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ما زال يمكن يعتبر لبنان أنه جزء من المشهد السياسي العام في المنطقة دون خوض أو الدخول في تفاصيله الداخلية كما كان يحصل سابقا، ولكن طبعا لبنان ليس فقط جزءا من هذا المشهد السياسي في المنطقة، لبنان له حيثيته وله واقعه وله أيضا امتداده العربي وعلاقاته المتينة مع السعودية، وكنا بنتمنى أنه يكون في هلأ بهيدا المرحلة بالذات يمكن عودة أكثر بناء وأكثر انفتاحا على الواقع السياسي الداخلي بغض النظر إذا هو تبني عودة الرئيس الحريري إلى الحياة السياسية أو حتى أكثر انفتاحا مع الحكومة الحالية. بظل هذا الغياب أنا بقول لك أنه خاصة ما يحصل بغزة المشهد الرئاسي في لبنان مؤجل إلى موعد لم يكون بعد. هناك رئيس للجمهورية في ظل المعارك الدائرة طبعا أكيد لا، وهذه قلناها من أكثر من أشهر، لن يكون هنالك رئيس جمهورية لأن الدول هي أساسا يعني كمان في عندها خلينا ما نقول تدخلات ولكن في عندها مواقف بهذا الإطار، اليوم مشغولة بشؤونها الداخلية ومشغولة أكثر بالواقع الوضع بغزة، المقاومة اللبنانية اليوم تأخذ هذا الموضوع على عاتقها بغض النظر عن الدولة اللبنانية، مشان هيك انه يمكن بمحل ما مصلحة لبنان ألا يكون هنالك رئيس بالمرحلة الحالية، وأكثر من هيك التوافق الداخلي غير موجود وأيضا يعني الاتفاق على شكل الحكم السياسي المستقبلي سواء لجهة الحكومة مش بس لرئاسة الجمهورية سواء لجهة الحكومة أو رئاسة الجمهورية منه مسألة طرح حاليا، وبالتالي ورقة رئاسة الجمهورية وانتخاب رئاسة الجمهورية مؤجل إلى موعد لم يحدد بعد، وأنا بعتقد أنه موعد صار كتير طويل وكتير غلط أنه نخوض بمسألة معركة الأسماء هلأ لأنه أصبحت خارج البحث. بس هل تطورات في غزة والحرب في الجنوب تدفع حزب الله إلى التشدد والتمسك بترشيح الوزير سليمان فرنجية؟ وعم تقولي المدة طويلة، يعني قد فينا نحكي أشهر أقل أكثر سنة قد أيمتى معقول أيمتى معقول منتخب رئيس للجمهورية؟ يعني معقول ليش كل العالم يعني عم تحكي بموضوع وكأنه التعطيل أو أنه الفراغ سببه جهة واحدة، ما كله متمسك بمواقفه، يعني ما بفهم انه اذا واحد قال انا في عندي مرشح بامن انه قد يكون هو يعني رجل المرحله مستقبليا، هذه قناعاته للحزب، يمكن انا عندي قناعات مختلفه انه لا مثلا في ممكن يكون في شخصيه اخرى، يمكن انا بايد وصول قائد الجيش، غيري بايد وصول مرشحين اخرين تكنوقراط وغيرهم، بس ما حدا عنده حظوظ اكثر اليوم ما كمان كله يعني صار كمان في خطاب خليني أقول لك إعلامي موجه إلى توجيه التهم وتوجيه المسؤولية وتوجيه اللوم والملامة على فريق واحد، يعني كأنه الفرقاء الآخرين غير موجودين. بعدين من أي متى ليش لبنان هو بيقرر بذاته موضوع رئاسة الجمهورية؟ ما نحن وقت عم نقول أنه السعودية نائية بنفسها عن الواقع اللبناني بمعنى التدخل في هذه التفاصيل، المبادرة الخماسية لجنة الخماسية أتت حكيت بشعارات أنه ضرورة التوافق على رئيس ولكن لم تحمل اسم واحد للعمل على أساسه وانتهت بانتهاء الزيارة اللي قاموا فيها إلى عين التين. امبارح كمان إيران عم بتقول لك بغض النظر عن اللجنة الخماسية خدوا قرار داخلي. في ضياع في لبنان، في فراغ في لبنان، لبنان في مهب الريح. لبنان في مهب الريح وعم نحكي صراحة يعني بقراءة سياسية منقول إنه لبنان في وضع صعب اقتصادياً.
ووضع صعب عسكريا، ولكن أيضا على مستوى نهضة المؤسسات بالقطاع العام وبالقطاع الخاص في خطر كتير كبير على لبنان. مشان هيك هلأ في يمكن حتى اللي عم يسمعونا يقولوا طب شو الحلول؟ الواقع انه نحن بمرحله انتقاليه فيها جمود لحين انتهاء المده اللي اعطتها الاداره الامريكيه لنتنياهو، اما القضاء على حماس وهذا صعب يصير ولا رح يصير، اما القضاء الكلي على حماس، اما رح يصير في تغير داخل اسرائيل على مستوى الحكومه ينعكس على المنطقه. هل يمكن الوصول الى تفاهم دولي اقليمي من اجل الوصول على مرشح توافقي، خاصه اذا عم نحكي بتسويه بغزه؟ هل تسويه بغزه يعني تاني حكما مرشح توافقي في لبنان استاذ سندريلا؟ من الممكن أن يكون في مرشح توافقي في لبنان، ومن الممكن أن لا يكون هنالك توافق شاملا وتبقى فئة هي في إطار المعارضة. ما حبيت تقولي مين أكثر حظوظا، لكن فعليا إذا في جلسة بكرة مين اليوم عنده أكثر حظ لتبوق سدة الرئاسة؟ هل الوزير سليمان فرنجي، قائد الجيش، اللواء البيسري؟ من هو المرشح الذي لديه الحظ الأكبر؟ مش موضوع حظ، في موضوع قراءة أرقام وفي موضوع قراءة وقائع. إذا بدك ب يعني ما أقول الدعم، خليني أقول الرضا، الرضا الداخلي والرضا العربي والأوروبي والأجنبي وحتى الإدارة الأمريكية وغيرها والجانب العربي بما في حتى السعودية، أعتقد أن قائد الجيش جوزيف عون هو الأكثر حظا فيما إذا كانت بدها تنعقد جلسة بكرة. أما تقلي بعد 6 أشهر شو ممكن يصير بالمتغيرات، وهل فعلا ستؤول الأوضاع أكثر إلى أنه يكون في توافق أكثر في الداخل وبالتالي البحث عن خيار ثالث وارد، ولكن ردا على سؤالك هذا هو الجواب. لجنة الخماسية سبق لها أن كان لديها حركة قبل مدة، لكن على ما يبدو أن هذه الحركة توقفت ولم تنتج عن أي نتيجة. ما أسباب تلك الحركة، وهل يمكن أن تؤدي في الوقت القادم أن تكون لديها تحركات تؤدي إلى نتيجة عملية في ملف رئاسة الجمهورية؟ بظل شبه التوافق على العديد من المسائل الحاصلة ما بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لن يكون هنالك رئيس في لبنان لا ترضى عليه السعودية. الوزير سليمان فرنجي ألا ترضى عليه السعودية حتى الآن؟ بعتقد أنه لو كانت راضية عليه حتى الآن كان شفنا موقف مباشر بالموقف السياسي اللبناني. بالحديث عن الخطاب الإعلامي وخطاب يعني حتى امبارح شفنا بزيارة الرئيس سعد الحريري، يعني التقى بالسفراء عدي، التقى بالسفيرة الأمريكية ولكن لم يلتقي بالسفير السعودي، هي أيضا إشارة. نعم يعني برأيك، لكن هو أجرى مقابلة مع قناة الحدث مع العربية. نعم. ألا يفسر ذلك بأن العلاقة بدأت تتصاحب يعني تصبح أفضل ما بين السعودية ورئيس سعد الحريري؟ هلأ الحدث هي منصة إعلامية، لكن لا يمكن أن تجري مقابلة من دون موافقة سعودية يعني. ولكن فينا نقول أنه مش كانت لافتة المقابلة مبارح، كان في إشارة مبارح، كانت لافتة بغض النظر عن كثير من مضامينها، ولكن كان في إشارة إذا بدك أنه ما في رفض كلي لهذه البادرة اللي بتقول أنه رئيس سعد الحريري ما زال يتزعم تيار المستقبل، ولكن ما في دعم وما في موافقة كاملة على التحرك السياسي. تطرقت إلى خطاب الكراهية، بس لفت ملاحظتك. شكرا. تطرقت إلى خطاب الكراهية، أنت مؤيدة للمقاومة ولحزب الله يعني، لكن هناك في الآونة الأخيرة هجوم على بعض الشخصيات وتحديدا المسيحية القريبة من حزب الله على مواقع التواصل من قبل أحزاب بعض الجماهير الذين تتهمكم يعني، وأكيد ما بتبنيها، بعبارات الخيانة الذمية يعني. ما أسباب هذه الحملة وكيف تردين عليها؟ أنا بعتقد اللي بيتحمل مسؤولية هذا الخطاب هن زعماء بعض الأحزاب يلي عندها بعد هيدا النفس التخويني وربما العداء اتجاه المكونات السياسية الأخرى. وخلينا نكون منطقيين، يعني اليوم عالم السوشيال ميديا عالم مفتوح، وبالتالي الاتهامات والذم وهذا المستوى من الخطاب من كل الأطراف اللي هو مرفوض. وأنا بقول لك يعني اليوم للأسف ما زالت كثير من المجتمعات العربية وما فيها لبنان دائما يعني المستوى الشعبي والرأي العام الشعبي هو انعكاس لأداء الزعماء، وبالتالي عندما يتغير أداء الزعماء بتتغير بصير في انعطاف بأداء الداخل. وكان في حقبات كثير بلبنان شاهدنا هذا الموضوع، وقت اللي صار في توافق بين التيار والقوات برد الموضوع، وقت اللي صار في نوع من مصالحة بين تيار المرضى والقوات اللبنانية برد هذا الموضوع. هلأ ما زالت ما بين الشخصيات والأشخاص المنضوية والتي تؤيد محور المقاومة والشخصيات اللي عم تحكي اليوم بنزع السلاح وتحمل المقاومة مسؤوليات عدة نتيجة الخطابات السياسية. ألا تعتبرين نفسك اليوم خارج الإجماع المسيحي مثلا؟
أنا لا ماني خارج الإجماع المسيحي. أولا أنا بشكر ربي على الثبات اللي نحن فيه بعز المحن، مش بوقت الانتصار. نحن بهذا الثبات من أيام، من زمان كتير، يعني من تبلشنا نوع على الدنيا من الثمانينات بظل الأزمة ولغاية اليوم. هذا الثبات هو نعمة من عند رب العالمين، ويثبت يوما بعد يوم أننا على حق. ننتقل إلى الملف الفلسطيني. أستاذة ساندريلا، الإبادة الإسرائيلية مستمرة، يعني جرائم مهولة بحق الفلسطينيين. المفاوضات توقفت في القاهرة، نتنياهو مصمم على استمرار العملية العسكرية، والآن ستنتقل على ما يبدو إلى رفح. كيف تفسرين السلوك الإسرائيلي؟ وهل المعركة ستطول أكثر؟ السلوك الإسرائيلي سلوك عدواني مستمر. يعرف نتنياهو أن المفاوضات، أو فيما إذا انطلقت ببعض الشروط اللي وضعتها حركة حماس أو اللي عم يضعوها هن، ما رح توصل لنتيجة، لأنه لن يوافق على الشروط اللي وضعتها حماس بظل قراءة له ميدانية بتقول لماذا سأوافق على شروط حماس وهم أصبحوا ربما خارج المعادلة العسكرية بغزة. اليوم المشهد هو يريد الاستمرار في الحرب، ويريد الاستمرار بعملياته العسكرية للقضاء على ما تبقى من قوة عسكرية لحماس. هل المقاومة الفلسطينية هي قامت بالعمليات بطولية عديدة، لكنها اليوم هل هي قادرة على الصمود، أم أن الخناق فعلا ضاق عليها؟ الخناق ضاق عليها، غزة دمرت في مقاسي، قادرة على الصمود لأشهر طويلة إذا ما استمرت العملية، في مقاسي في حالة دمار كتير كبيرة، ولكن طبعا أكيد يعني كمان بغض النظر عن الدمار وعن الشهداء بالنتائج السياسية والنتائج الاستراتيجية للقضية الفلسطينية حققت انتصارات عديدة، ولكن بعض المعطيات بتقول أنها قادرة على الصمود، لأن العديد من الترسانات، الأسلحة والأنفاق والعتاد، وحتى العديد ما زال أكثر مما العدو الإسرائيلي عنده معلومات عنه. العدو يقترب من شن عملية على رفح الحدودية. ما مخطط هذه العملية؟ هل يهدف العدو إلى تهجير الفلسطينيين إلى مصر؟ هل يمكن لهذه العملية أن تنجح معه؟ ممتاز، لأنه هو فعلا حاول الضغط على مصر بهذا الإطار، خاصة أنه مصر كانت تحمل ورقة المفاوضات الأخيرة اللي انسحب منها هو، وانسحابه بالتالي من المفاوضات اللي حصلت بمصر أراد أن يترجمه مزيد من الضغط عليها يعني من الجانب الإنساني. وبعتقد أنه سيستمر بهذا الموضوع ردا على عدم الوصول إلى اتفاق، أو على عدم يعني عدم تمكن مصر من أن تحقق لنتنياهو، أو رفضت أن تحقق لنتنياهو بشكل أو بآخر ولو بشكل دبلوماسي الكثير من مطالبه. كيف تقيمين الموقف العربي إذا ما يحدث في غزة؟ هل كان على قدر التطلعات، أم أن هناك وجهة نظر تقول بأن الدول العربية لا يمكن أن تفعل أكثر مما فعلته؟ كيف تقيمين هذا الموقف؟ أولا أنا شفت أنه في موقف عربي مهم من بعد طوفان الأقصى، يلي هو كان داعم للقضية الفلسطينية. كان في بعض الخجل من بعض الدول العربية اللي ما أخذت مواقف حازمة بمسألة وقف إطلاق النار. صار في وقف لمشروع التطبيع من كثير من الدول العربية. عادت قضية فلسطين إلى الواجهة، ولكن أيضا كمان ربما يمكن ما بعرف إذا كان هذا المسألة بتتعلق أنه لأن حركة حماس، يعني اليوم حركة حماس وارتباطها بالإخوان المسلمين وارتباطها بقطر وغيرها، ربما كمان هذا أثر سلبا على واقع المقاومة في فلسطين. هناك معلومات تتحدث عن خلاف ما بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو. واضح. يعني لكن واضح. هل هذا يحدث؟ يعني العدو الإسرائيلي مكفي مستمر، هل كان ليستمر لولا حصوله على ضوء أخضر أمريكي؟ يعني لو الأمريكي قال له وقف عمليتك ما كان وقفها سندريلا؟ هو بيعرف كتير منيح أنه الإدارة الأمريكية ما بتقدر بهيدي المرحلة تقول له وقف عملياتك، وأن تخرج إسرائيل بهذا المشهد المهزوم وبهذا المشهد المجرم على يعني بالنسبة للملأ وللعلاقات الدولية. وبالتالي كان الحل أنه يستمروا بالعمليات العسكرية. لا شك أنه في إشكالية كتير كبيرة بين إدارة نتنياهو وإدارة بايدن، وبالتالي يمكن إذا بدك بعتقد أنا أنه بالمرحلة المقبلة الإدارتين رح يكونوا خارج إطار المشهد السياسي. يعني بالحديث عن المنطقة، المنطقة تعيش توترات كبيرة بدءا من أحداث البحر الأحمر وصولا إلى القصف الأمريكي على العراق واليمن وسوريا. إلى أين تذهب المنطقة؟ هل نحن ذاهبون إلى تصعيد أكبر، أم أن سيحدث في النهاية تفاهم أمريكي إيراني يمنع الانزلاق إلى الصدام الكبير؟ يعني هذا هو رد على مسألة مدى إمكانية تطور الأوضاع سلبا باتجاه الحرب الشاملة. اليوم إذا صار في أي انعطافة لا أخلاقية جديدة باتجاه لبنان أو حتى باتجاه اليمن،
طبعا اكيد سيكون امام مشهد كثير خطير على مستوى الساحه الامنيه بالاقليم مثل ما تفضلت وقلت، ولكن مثل ما قلت لك يعني نحن هلا بهيدي المرحله لا جواب دقيق، وبعتقد بكره كان كمان في خطاب لسماحه السيد حسن نصر الله، وان شاء الله بيوضح الصوره لان اكيد في عندهم معطيات اكثر واكبر بهيدي المساله على صعيد المحور وكيف يتحرك المحور، ولكن اعتقد اليوم انه كل المسائل تتعلق بهذه الفتره، فتره السماح التي اعطيت لنتنياهو بايجاد حل سريع لانهاء هذه الحرب. هل فعلا سيستطيع القضاء على هذا السؤال ام سيكون هنالك من ضغوط طرفيه؟ كيف يمكن ان تنتهي العمليه العسكريه في غزه؟ كيف المشهد المرجح؟ هل ستستطيع فعلا القضاء على حماس أم أن المقاومة قادرة على الصمود؟ وفي سؤال كمان، نحن بالمنطقة بين خيارين، بين خيار المقاومة ومحور المقاومة، وفي خيار تاني بيقول خلينا نلجأ إلى السلام، إلى حل الدولتين. أنت ماذا تفضلين؟ أنا برأيي قد تستطيع، ربما قد تستطيع إسرائيل في غزة بعد المشاهد والمجازر اللي حصلت لتفوقت العقل أن تحقق انتصارا، ربما خلينا ما نقول انتصارا، أن تحقق يعني مآلة ومآربة بالسيطرة العسكرية على غزة وربما باتجاه رفح، ولكن هل هذا يعني أنها حققت انتصارا عسكريا بالقضاء على حركة حماس في فلسطين أو خارج فلسطين؟ أو حتى بمناطق هي تحت سيطرتها الكاملة، يعني خلينا نقول بإطار حكمة. إذن اليوم المسألة ليست فقط جغرافية، المسألة استراتيجية بشكل عام، كيف سينتهي الوضع؟ قد يكون بسيطرة عسكرية على غزة ونروح بمسألة إعادة الأعمار والمد الإنساني وغيرها، لكن بيتحمل محور إيران، محور المقاومة أن يخسر غزة، أن تخسر حماس غزة، أن يسيطر العدو الإسرائيلي على القطاع، ألا يحتمل ذلك أن توسيع الصراع في صحات أخرى؟ ما نحن كمان بدنا نرجع لنقطة أساسية، أنه المعركة والهدف ليس فقط غزة، نحن الهدف هو تحرير فلسطين، الهدف هو تحرير الأراضي اللبنانية، الهدف هو منع العدو الإسرائيلي من التمدد. إذن الموضوع ليس فقط غزة على قدر أهمية غزة، وبالتالي أنا بقول لك يعني بشوف من الصعب القضاء على حماس سياسيا وعسكريا حتى بمرحلة إعادة الأعمار قلناها، بيعمل حكى بشكل جديد للسلطة، أن تكون حماس خارج هيدا يعني خارج مشهد السلطة في غزة، ولكن هي ستكون حاضرة ولا إن كان بالجو التقني، مش حبا بالاستمرار عنوة يمكن مسائل قد تؤثر أو تشكل ضغطا على الكثير من المدنيين، ولكن هيدا هو واقع الحال اليوم. لو بدها تنتصر انتصرت، ما كانت بقيت كل هذه الأشهر، هل هي قادرة أن تصمد بعد أكثر شهرين أو ثلاثة شهور؟ طب في مصادر عسكرية من حماس بتقول لك نحن بعد قادرين نصمد ست شهور، هل فعلا هذا موضوع في يعني في توازن بالقوى بين القوتين أم لا؟ هل فعلا العالم والمصالح الاقتصادية هي ستتحمل أيضا ست شهور إضافية من الحرب بغزة وبرفح وبالضفة الغربية؟ يعني في مشهد بيقول أنه في ما فترة سماح أعطيت لنتنياهو ولكن لم تحدد هذه الفترة، ولكن ليست أكثر من شهر. أستاذ ساندريلا شكرا على كل هذه المعلومات، شكرا على هذه المقابلة الممتعة. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا، شكرا لكم على حسن المتابعة.